موجز أخبار الآن. فاز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية إثر فوزه على منافسته مارين لوبان، ليصبح ماكرون البالغ من العمر 39 عاماً أصغر رئيس في تاريخ فرنسا. وفي كلمة ألقاها ماكرون بعد إعلان فوزه قال إن ضمان أمن الفرنسيين أمر لا هوادة فيه، مشيراً إلى أن فرنسا ستكون في طليعة الدول التي ستحارب الإرهاب. كما وعد ماكرون الفرنسيين بأن تكون إعادة الأخلاق إلى الحياة العامة أحد أركان عمله. قتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وأصيب آخرون في غارات جوية شنتها مقاتلات الأسد على منطقة الكناوية في الريف الشرقي لحلب، بحسب ما قاله المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأضاف المرصد أيضاً أن مقاتلات الأسد جددت غاراتها على مناطق في بلدة اللطامنة بريف حما الشمالي. أعلن الجيش الأمريكي في بيان له عن مقتل عبد الحسيب زعيم تنظيم داعش في أفغانستان في عملية مشتركة للقوات الخاصة الأفغانية والقوات الأمريكية في شرق نانغرهار أواخر نيسان أبريل الماضي. وأضاف البيان أن عبد الحسيب عين خلفاً لسلفه حفيظ سعيد خان الذي قتل في غارة لطائرة أمريكية من دون طيار العام الماضي. أحبط طيران التحالف الدولي عملية هروب عدد من أفراد تنظيم داعش باتجاه سوريا، بحسب ما صرح به مصدر أمني في قيادة عمليات الجزيرة لوسائل إعلام. وأوضح المصدر إن طيران التحالف دمر جرافة وعددا من السيارات قرب أحد السواتر الحدودية بين العراق وسوريا، حيث كانت الجرافة تريد فتح الطريق نحو الحدود السورية بغية الهرب. حررت قوات الشرعية اليمنية كامل منطقة الجبيل بالهامل التابعة لمديرية موزع غرب محافظة تعز وسط اليمن، بحسب ما نقلته وسائل إعلام يمنية عن مصدر عسكري. وأضاف المصدر أن السيطرة على منطقة الجبيل جاءت بعد معارك ضارية استمرت لأكثر من 10 ساعات مسنودة بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، تكبدت خلالها الميليشيا الإنقلابية خسائر فادحة. وأشار المصدر إلى مصرع 18 عنصرا من ميليشيا الإنقلابيين وإصابة آخرين جراء المعارك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.